voté français, on va être très heureux sur le sceptique. Je vois que je vote allemand. لا واش خدت الاربع لابيس الاربع خدت كل شيء اذا خلاص الدخول بان اكتيا ما دخلتش للفواتير ديالتي دخلت فواتير فرونسيز غنشوف واش تقدر تدخل الفواتير ولهذا كنطلب من جميع الاخوان الحرفيين اللي كيتعلق بالسياره ماشي خاصة لا ميكانيك وانما راه ناس غافلين حتى لي طولوري حتى جميع حتى صحاب الدوماتيك حتى هذاك لي كلماتيزور بزاف كل ما كيتعلق بالسياره خصهم ينوضوا ويتجندوا ويتكونوا وداك الشيء ويشوفوا الناس اللي هما الحمد لله عندهم درايه جمعيات او ناس مؤثرين وداك الشيء وباش ينخرطوا معاهم وغادي يستافدوا لان لابد من الاستفاده والحمد لله حنايا على صعيد دار البيضاء عندنا جمعيات اللي هما في المستوى اللي هما كانوا سباقين القطاع والحمد لله بالفضل ديالهم تكونت واحد الفيدرالية اللي هو حاضر معنا السيد الرئيس ديالها السيد عفاوي وراه طلبهم الله باش جميع الجمعيات باش يديروا يد في باش نزيدوا قدام Что-то.
Un chevauche à 3 Mercedes. Je suis un peu plus jeune. كاين استجابه كاين ان شاء الله نهار 27 في الشهر هذا الشهر غندير واحد الدوره التكوينيه في فاس. نتوما الان مدعوين باش تهضروا معنا في هذه الدوره التكوينيه ان شاء الله راه غادي تلقاو عندنا السيت ديال www.frauto تلقاو جميع المعلومات ديال الدوره التكوينيه. مشيو اسيدي مشيو لواحد الناس ديال بجعت. كنشكر الاخوان ديال الجمعيات الاخرى مع الشيخ المطير هذا واحد منهم سواني داروا توعيه خاصه للميكانيسيين ديال بجعت وكانت بديله في مستوى وهذا هو السبب اللي جعلني باش انا ملي سمعت بلي كاين تكوين في الضابطه جات الضابطه باش تكون ديما لابينا باش يبقى ديما اتصال مباشر مع جمعيه وفد ديال عبد الجهاد. وكنشكر المهم هذا المستوى الراقي ديال هاد المؤثرين والكاملين. جات لي تقريبا نزوع شيمياء ولا شي 80 90 ديال الناس اللي هضروا ياك هضروا وعطيناهم شي واحد كنا درنا بتنسيق مع وزاره مع غرفه الصناعه التقليديه جات الشاور ديالها ياك كان يعني عندها واحد الصدى. انا بغيت نسولك على هنا دابا هنا شنو باش في ناحيه لان هذه مبادره فريده من نوعها. اول مره كديرها جمعيه باحتضان واحد الشركه اللي معروف ديالك علاش كيبان لك من ناحيه السير شنو اللي زبارة شنو هما اللي بان لك كملاحظات؟ ممكن اسم كتجربه لحقاش في المتقاربة اليوم حنا عطانا حنا حتى بجانب البرامج اللي كاينه اخر ما كاين في السوق في سعد المغرب وبالتالي على احسن السيارات اللي تم الفحص ديالها وهي السيارات المتطوره وبالفعل غادي يكون الدخل الميكانيكي الكلاسيكي بحال شهر وبالتالي غادي يكون بحال الافاق ديال هذا التشخيص بطريقه الطرق. سولك بحال الساعه شكون اللي بان لك لابري مزيان على الساعه اللي بان المهم بكل افتخار وهي ماروكا ديالك علاش؟ لا ماشي ماروكا ديالك ديال الموقع 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 ديال الموقع